لكل مقام مقال ولكل حدث حديث. في سبتمبر 2011 كان الحدث الذي وضع المشاهد الليبي في مقامه الرفيع الذي استحقه دائماً. في ليبيا تي في حاولنا تقديم صورة جديدة ومتطورة للإعلام الليبي، وذلك لمجاراة الإعلام العالمي. وبعد نجاحنا بدأت قنوات كثيرة بمراجعة صورتها ومحتواها. كنا سعداء بهذه الخطوة مما تحمله من تنافس شريف لمصلحة المشاهد الليبي. وكما حافظنا مقام المشاهد الليبي على شاشتنا، جاء حكم الجمهور ليحفظ لنا مكاناً ومكانة في قلوبهم. هذا جعلنا حريصين لتقديم إعلام عالمي بحق، لنقدم بفخر ما يستحق المشاهد الليبي. باقة من قنوات متخصصة تدلل بمشاهدتها الحواس، تثري العقول، تمتع القلوب وتشبع شغف الجميع. شبكة قنوات ليبيا تي في، ولأول مرة في تاريخ الإعلام الليبي العريق. وكما تعودنا دائما أن نكون سباقين في مجال الإعلام الليبي، نقدم باقتنا بتقنية سمارت تي في. ليبيا تي في، إعلام عالمي للبيت الليبي. ليبيا تستحق الأفضل.